ഷഹ്റു റമദാൻ ഷഹ്റു റമദാൻ അല്ലദീ ഉസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ അൽ ഖുർആൻ ഹുദൽ ലിന്നാസി വബൈനാതിം മിനൽ ഹുദാ വൽ ഫുർഖാൻ شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا